ومعنا لمناقشة هذا الموضوع في الاستوديو الصحفي التونسي سلمان زكري. مرحبا بك سيد سلمان. أهلا وسهلا إلى كل حياكم الله. النتائج الآن أصبحت رسمية لحين الطعن فيها، لو جرى الطعن فيها، هناك تراجع واضح لأحزاب معروفة وكبيرة وصعود واضح لشخصيات تبدو مستقلة لا تمتلك هذا الغطاء الحزبي الكبير أو الدعاية الانتخابية الكبيرة. بماذا تفسر ذلك؟ صحيح، يعني دعنا نتفق أولا أن ما حصل في تونس هو بالفعل زلزال سياسي، وهو صدمة لكامل الطيف السياسي، وليس صدمة على المستوى الشعبي، لأنه استطلاعات الرأي ربما منذ شهر مايو كانت تفيد أو توحي بمثل هذه النتائج. إذا قرأنا اليوم هذه النتائج فأول شيء يجب أن نقول أن الشعب التونسي يعني بعث برسالة واضحة إلى كامل الطيف السياسي وأقصى كل الرموز السياسية التي شاركت في المرحلة السياسية منذ الثورة إلى الآن. يعني اليوم الشعب التونسي أقصى منظومة 2011 اللي هي منظومة الترويكا على رأسها النهضة وشريكيها موصف المرزوقي وكل رموز اليسار الاجتماعي، ثم أقصى منظومة 2014 أي منظومة نداء تونس والتوافق وتوافقاتها مع حركة النهضة. بالتالي الغريب في المشهد اليوم أنه يعني كل هذه الأحزاب بأموالها بماكيناتها الحزبية بكل يعني ما سخرتها في حملاتها اليوم نجدها خارج المشهد تماما. في المقابل نجد شخصين يعني ربما مفاجأة داخل تونس ومفاجأة حتى أنتم في العالم العربي، يعني تقولون من هؤلاء الذين تصدروا المشهد اليوم. قراءتي أنه يعني العقاب، هذا التصويت العقابي للنخبة السياسية برمتها يصب في رسالة واضحة يعني بعثها الشعب إلى هذه النخبة. هو في هذا الإطار نحن نتحدث عن الغرابة سيد سلمان، لماذا اختار الشعب التونسي شخصيات مغمورة؟ هل هناك من رسالة واضحة؟ سأتحدث عن هذا. يعني إذا عدنا لتقييم 8 سنوات بعد الثورة نجد أن هذه النخبة أدارت بظهرها لكل ما هو استحقاقات اجتماعية واقتصادية للشعب، وهذه أول أولوية طلب بها الشعب في ثورته برفع شعار شغل حرية كرامة وطنية. يعني اليوم 8 سنوات لا نرى فيها إلا المناكفات السياسية، إلا الصراع السياسي، لا نرى فيها إلا يعني ضرب منظومات سياسية بعضها البعض. يعني هذه الصورة ملها المواطن. المواطن التونسي كذلك أدى برسالة إلى الإعلام التونسي الذي يعني تأدلج واشتغل مع أجندات سياسية واضحة، ووصل له أن أن المرشح الأول اليوم في الانتخابات لم تخدم أي ماكينة إعلامية. بالتالي هنالك عدة رسائل يمكن أن نقرأها. بالنسبة للمرشحين الذين تصدروا المشهد، يعني نتحدث عن الأستاذ قيس سعيد ونبيل القروي، كل مرشح ربما يحتاج قراءة تفصيلية في كيفية وصوله إلى هذا المكان. دعنا يعني نتوقف قليلا عند المرشح الفائز قيس سعيد، والتوقف هنا نعني به أن هذا الرجل هو أعلن بنفسه وكان معروفا على ما يبدو أن حملته الانتخابية كانت حملة متواضعة، أن لا يوجد جهات تدعمه دعما حقيقيا، يعني أحزاب أو رجال أعمال أو كذا، ومع ذلك حقق هذا الاختراق الكبير. بماذا يفسر ذلك؟ شوف، قيس سعيد يعني إذا أحسن توصيفه فهو ظاهرة تستحق الدراسة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الشعبي، على هذين المستويين. يعني إذا عدنا إلى تاريخ الرجل، متى ظهر قيس سعيد في المشهد التونسي؟ قيس سعيد ظهر في المشهد التونسي سنة 2011 مع اندلاع الثورة في نشرة 8 في القناة الوطنية كمحلل قانوني ودستوري. هذا الظهور الوحيد لقيس سعيد والذي بقي في ذاكرة الشعب. ولكن ما يميز الرجل؟ ظهور الرجل في تلك الفترة في قناة كانت المنبوذ رقم واحد لدى الشعب الثائر، في فترة محتقنة، الشعب في الشارع، في اعتصامي القصبة 1 والقصبة 2، كان يظهر بمواقف متماهية مع الطرح الثوري في الشارع ومتناسقة ومنسجمة مع كل ما يطالب به المحتجون آنذاك في الاعتصامين، يعني اعتصام القصبة والقصبة 1 والقصبة 2، وكان ينظر إلى مسألة إرساء المجلس التأسيسي آنذاك. وكان بالفعل يعني تونس مرت بتلك المرحلة، وكانت مقاطعه تتداول ومشاهداتها بمئات الآلاف. فالرجل يعني أنا أعتبر هنالك 4 نقاط أساسية
ربما هي التي أدت إلى هذا الظهور المفاجئ لقيس سعيد. من خلال متابعتي لمسيرة قيس سعيد رأيت أن هنالك أربع نقاط مهمة مثل ما ذكرت. النقطة الأولى هي خطاب قيس سعيد. خطاب قيس سعيد يرتكز على المبادئ العامة المتعلقة بعلاقة الدولة بالمجتمع. هو يؤمن جيدا بهذه العلاقة وأن السلطة لا يجب أن تكون سلطة فوقية، إنما يجب أن تنزل إلى البنية التحتية للمجتمع، ويجب يعني هو عبر عليها بشكل أوضح حتى في المناظرات التلفزية، وقال على المواطن اليوم أن يستبطن القانون لا أن يفرض عليه القانون. وهذه نقطة مهمة يعني حينما نتحدث عن الأخلاقيات العامة. النقطة الثانية، النقطة الثانية هي ما ظهر ما أظهره قيس سعيد من زهد وتقشف حتى في حملته الانتخابية، وهذا ربما ما جلب حتى الفئة الكبرى المحافظة من الشعب التونسي. يعني حينما يقول قيس سعيد أنا أرفض الهبة التي تمنحها الدولة بمئة ألف دينار، ويعني هذه وقال أن هذه الأموال الأولى بها هم فقراء الشعب، بالتالي هذه مقاربة تشبه مقولة عمر بن الخطاب حينما قال لا أكسو الكعبة حتى تشبع بطون المسلمين. اليوم هذا الخطاب جلب نسبة كبيرة من المحافظين، وأعلم حتى ناس يعني في مدارس قرآنية انتخبوا قيس سعيد لمثل هذا الخطاب. النقطة الثالثة كذلك مهمة جدا، وهي بقاؤه على الحياد طيلة ثمانية سنوات، ابتعاده عن الصراع السياسي، وخاصة عدم تحزبه وعدم تلونه في أي تيار إيديولوجي أو أي تيار سياسي. يعني الرجل بقي محافظا على خطاب المبادئ العامة، وابتعد عن المناكفات السياسية، وابتعد عن كل هذه المسائل الجانبية التي وقعت فيها النخبة السياسية. النقطة الرابعة وهي كذلك مهمة جدا، أن الرجل يعني تمكن من الصمت أكثر مما تمكن من الكلام. يعني قيس سعيد كان رجلا صامتا، يتجلى ذلك حتى في مظهره، ولا يبتسم ولا يغضب ولا تتجلى عليه هذه الملامح. هو رجل جدي جدا، رجل متواضع، يعني يحتك بالناس في الشوارع، وصمته يكسره في اللحظة الحاسمة. يعني مثلا في قضايا جدلية كبرى يذهب الإعلام إلى قيس سعيد ليسأله عن هذه المسألة، فيكون خطابه كذلك عودة إلى المبادئ والأخلاق العامة. كل هذا عكس مزاج الشعب التونسي. وأترك هنا السؤال لزميلي. طيب يعني سيد سلمان، كما تفضلتم قبل قليل، الشعب التونسي رفع شعار شغل حرية كرامة وطنية، لكن تعتقد أن السيد القروي المتهم بقضايا فساد وتبييض أموال سيحقق هذا الشعار؟ هنا نتحدث عن الثقة. صحيح. صحيح، اليوم ربما الانتخابات وضعتنا أمام مشهد سريالي. لا مشهد، هو مشهد يعني كوميدي بيتم معنى الكلمة، بين اللص ورجل القانون أو الفاسد ورجل القانون. نبيل القروي يعني أنا يعني قلت منذ مدة أنه ستكون نسبته نسبة الأمية في البلاد، و15% هي بالفعل نسبة الأمية في البلاد. يعني استطلاعات الرأي أعطت أرقام يعني مهمة جدا، أبرزها أن نبيل القروي 40% من الذين انتخبوه لم يدخلوا المدرسة أصلا ولم يعرفوا حتى الأبجدية. بالتالي هو هذا الرجل كرس ثلاث سنوات الأخيرة لخطاب ليس عقل المواطن، إنما بطن الفقير وبطن الناس الذين يعيشون على الهامش. هذا الرجل يعني جمع حوله هذه الفئة الهشة التي فقط تريد من يعطيها بعض الأموال ومن يكسوها، لأنها تعيش في حالة فقر مدقع. ونحن طبعا هذه حالة اجتماعية، يعني اليوم حينما نرى المشهد سواء قيس سعيد أو نبيل القروي، نرى أن الشعب وضع اثنين هما ركزا على 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 الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. ولم ألا توجد خشية حقيقية من فوز القروي؟ في الأخير هو الصندوق من سيحكم. يعني الصندوق كما فاجأ الجميع يعني بهذه النتيجة، وهي نتيجة أعتبرها إيجابية، خاصة أن المتصدر هو محسوب على الثورة ومحسوب على مبادئ الثورة. فبالتالي الشعب، أنا أؤمن بفطنة وذكاء الشعب، والشعب هو من سيختار. ولكن أنا أعتقد أن الأمور صراحة تسير إلى صالح المترشح قيس سعيد، خاصة أن تقريب يعني نسبة 60% من المترشحين يعتبرون في الصف الثوري، وهي نسبة يعني ربما لا أعتقد أن نبيل القروي إلا إذا يعني دعمته الماكينات الحزبية المنهزمة، وربما الإعلام سيدعمه، ولكن أعتقد أن وعي الشعب سيضع حدا أمام الفساد وأمام رموزه. طيب سي سلمان، تعتقد أن اختيار القروي الذي داعب بطون الجوعة إن صح التعبير هو اختيار يصيب كبد المنطق، خاصة أن تونس يعني خرجت من ثورة شعبية؟
بالطبع يعني تونس خرجت من ثورة شعبية كما قلت لك مطلبها الأول هو الشغل يعني طيب. لقمة العيش. ونبيل القروي كان خطابه رغم فساده، هي لو نعود حتى إلى تجربة بيرلسكوني في إيطاليا أو نماذج المافيا التي تبيض الأموال وتستغل جزء من مالها للفقراء لكسب شعبية، تقريبا نفس المنهج اعتمده، علما أن بيرلسكوني شريك في قناة نسمة لنبيل القروي. نبيل القروي 3 سنوات سخر فيها كل إمكانياته لكسب هذه الفئة. نعم. يعني 3 سنوات يذهب بقوافله الخيرية بين معقفين ويزور المناطق الريفية، وأكثر من ذلك يتلفز هذه القوافل ويمررها بين مسلسلات تركية مدبلجة إلى اللهجة التونسية، تظهر لك العالم البذخ بلهجة تونسية. يعني هذه الاستراتيجية جعلت العديد من المناطق الفقيرة تهتف باسمه وتقول متى سيأتي خير نبيل القروي ومتى ستأتي قوافله، رغم أنه يعني في الأخير لم يقدم شيئا لهذه الفئة صراحة. بالتالي هو قدر عبر 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 مؤسسته التلفزيونية من أن يكسب هذه النسبة من المواطنين. الجولة القادمة ستحسم الموقف، وربما نلتقي مرة أخرى وننتظر مفاجآت الشعب التونسي العظيم. طبعا شكرا جزيلا. شكرا لك سيد سلمان زكري.